غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور. عوض الشماسي نزيل بمركز التأهيل الشامل بجدة، تلازمه حركات متكررة، لا يتواصل اجتماعيا مع أحد، بل إنه لا يتحدث إلى أحد، وهي أعراض واضحة لما بات يعرف بمرض التوحد. ولد عوض قبل 15 عاما لأبوين سليمين، هما في الحقيقة أبناء عمومة، ما يفسر تاريخ الإعاقة لعوض وبعض إخوته. يتميز بعض مرضى التوحد بقدرات خارقة، وفي حالة عوض يعد الحفظ أمرا مذهلا، خصوصا عندما نعلم أن عوض يحفظ القرآن الكريم كاملا، الأمر الذي يعجز عنه كثير من الأصحاء. على الرغم أنه هناك بعض الحالات التي ذكرت لنا أنها استطاعت أن تحفظ القرآن كاملا من التوحد، ولكن على العمل لم أرى مثل ما رأيت في عوض، فهي معجزة قرآنية من الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. احتضنت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدة الطفل عوض ضمن برنامج حلقات خدمة المجتمع بالتنسيق مع إدارة المركز. جمعية تحفيظ القرآن مشكورة في رئيسها وإدارتها، وجدنا كل تعاون عندما أبدينا رغبتنا في تحفيظ بعض الحالات التي نرى أنها قد تستفيد من معلم القرآن. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. أبدا لا يعلو كتابا، أبدا لا يمحو سرابا، أبدا لا يعلو كتاب، أبدا لا يمحو سرابا.